السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشوف حاجة مهمة جدا، ألا وهي إن أنا أعمل تقارير على الشغل واللي تم وهكذا. ده مثلا مشروع كنا شغالين فيه، ده مشروع كنا شغالين في مرحلة الكونستراكشن، فكان كل أسبوع بنعمل ريبورت بالحاجة اللي شغالين فيها، الحاجة اللي خلصت، بندي لون للحاجة اللي شغالين فيها وندي لون آخر للحاجة اللي خلصانة، وساعات بندي أكتر من لون على أساس بقى إيه الحاجة ديت. مثلا الحاجات دي خاصة دي شغل الكولوم، دي حاجات خاصة بسيفتي، دي حاجات خاصة بمبوري هتتشال بعد كده وهكذا. فكنا بنعمل الريبورت بالشكل دوت. ودلوقتي هنفتح ملف جديد خالص ونشوف الموضوع ده بيتم ازاي من الزيرو. اهوت هفتح مشروع على الريفت، وهخش دلوقتي في الثري دي، في شوية حاجات كده هنتكلم فيها. طيب انا عايز اخد مثلا سيكشن 3D، وتقدر تعمل نفس الكلام ده في الفلور بلان وفي السيكشن وفي كل مكان والالفيشن وكل مكان. طيب السيكشن بوكس متفعل بس انا مش شايفه. اول حاجة ممكن افكر فيها ان انا ادخل في في انوتيشن واخش في السيكشن بوكس الاقيه متفعل معايا. طيب يبقى تاني حاجة افكر فيها الريفيل، افعلها الاقي فعلا معمول له هايد، اقول له ان هايد المنت واروح فعل العلامة ديت، وبعد كده هاجي كده واقول له نزل دي بالشكل دوت لحد هنا. تمام. طيب دلوقتي بقى هبدأ اشوف برامتر للحاجة دي خلصانة ولا مش خلصانة، خلصانة برصاصة ولا خلصانة بخرسانة، كل الكلام دوت. طيب هاجي دلوقتي اعمل برامتر، هدخل في المانج واخش هنا في البروجكت برامتر واقول له اد واقول له بروجكت برامتر، بقول له ده مثلا ممكن تخليه الشغل خلصانه ولا لا، فهنسميه بروسيس. تمام. وهنخلي ده مثلا تكست. تمام. وهنخلي ده انستنس لان مش كل الحوادث هتخلص في نفس الوقت. طيب ده هنخليه ايه، انت بقى براحتك ابدأ شوف العناصر اللي انت محتاجها معاك. انا مثلا محتاج الدور والويندو، ومحتاجين مثلا لو في كولوم. العنصر ده هيبقى فيه كل العناصر دي هيبقى فيها الحاجة ديت. تمام. طيب هقول له اوكي، بقى عندي بروسيس. ايه كتبت غلط؟ بس بروسيس. اوكي اوكي طيب لو انا عملت سيلكت على الوول ديت ودخلت هنا هلاقي عندي البروسيس. ممكن اقول له البروسيس ديت، اقول له مثلا دي نوت ستارت. تمام. ودي برضو نوت ستارت. طيب ودي وركينج شغالين عليها، ودي وركينج، وبعد كده نختار مثلا دي ودي، دول بقى فينيش. تمام. طيب ما حصلش حاجة او ما حصلش حاجة. خلينا نشوف العمود دوت، ده جنرال موديل مش معنا، ممكن ندخل الجنرال موديل معنا، ندخل نعدل البرامتر ونضيف فيه البروجكت، نضيف فيه جنرال موديل. الول دول ممكن نقول لهم ان دول فينيش. طيب عايزين نشوف بقى الموضوع دوت ازاي نخلي فيه الوان في قلب اللوحة. بكل بساطة هخش في 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 وهخش هنا في الفلتر وهقول له اد وهقول له انا عايز اعمل برامتر جديد اهوت. البرامتر ده هو اسميه مثلا نوت ستارت، احنا لسه مبدأناش نشتغل في الحاجة دي. نوت ستارت ده هيبقى ايه؟ احنا اتفقنا قلنا هيبقى كولوم وهيبقى وول وهيبقى ويندوز وهيبقى دور. وهاجي هنا هقول له دول انا عندي حاجة اسمها بروسيس، لو هي بتساوي النيو ستارت اوكي يبقى كده عندي نيو ستارت. ممكن اقول له اعمل لي واحدة تانية من ستارت وسميها وركينج، اقول له بقى الوركينج دي اعمل لي منها نسخة تانية
ما فينش. طيب خلينا نخش كده بقى في الوركينج، اقوله دي خليها هو وركينج. طيب والفينش اسميها فينش، اوكي. وبعد كده هقول له انا عايز الفينش وعايز النوت ستارت وعايز الوركينج، اوكي. طيب النوت ستارت هقول له انا عايز مثلا في اللون بتاعها تاخد اللون الاحمر مثلا، تمام. بدأت تاخد اللون الأحمر، ممكن نقول له مثلا ايه ده اللاين برضو نديها لون أحمر، ده في الجزء اللي هيكون فيه القط. طيب والوركينج هنديله مثلا لون أخضر، والفينش ممكن نيجي هنا ونقول له اديله لون اصفر مثلا، وبعد كده هنيجي هنا في الباترن عشان ندي الشكل كله في الحتة دي، بس اقول له انا عايز سوليد وعايز اللون احمر، اوكي. عايز دي مثلا تبقى سوليد وعايز ده يبقى لون اخضر، وعايز دوت لون اصفر. بالشكل دوت، تمام، اوكي. فانا بكل بساطة شايف الالوان بتاعت الشغل، وسهل جدا في اي لحظة ان مثلا اعلم على الشغل دوت، تمام. ده معمول ان هو فينش، مثلا اخليه working، شايف ان هو لسه مخلصي فيبقى باللون الاخضر. الحاجة دي مثلا نغيرها نخليها بدل نوت ستارت ان دي تالت لي الوركينج، وبعد كده نخليها انها خلصت. زائد ممكن بقى نعمل سكادول، هقول له السكادول اهوت نيو سكادول، تعمل مثلا واحد خاص بالحوائط او ممكن تعمل مالتي كاتيجوري، بس خلينا نعمل واحد متخصص للحوائط، تمام. نشوف بس حاجة، هي معمول هنا على الوركينج دروينج. طيب يبقى انا لما اجي اعمل هنا سكادول لازم اخليها وركينج دروينج. طيب خليها دلوقتي للول، زائد ان انت اصلا ممكن تتحكم في موضوع الالوان ده من خلال الفيسز، ممكن تدي كل فيسز لون وهكذا. طيب خلينا في الول، طبعا انا هشوف مثلا اهم حاجه بالنسبه لي طيب مثلا والبروسيس بالشكل دوت، اوكي. هيبدأ يجيب لي الحوايط اهي الفينش الوركينج الفينش. ممكن تيجي بقى تعمل شرط معين في الفورماتنج، تقول له البروسيس دوت انا عايز اعمل له شرط معين ان هو لو بيساوي مثلا كلمه فينش تديله لون معين، ولو بيساوي لون كذا يديله لون كذا. يعني ممكن تحط شرط معين لو حاجه فيها غلط او حاجه خلصت تديها لون معين، تمام، بحيث ان الحاجه دي هي اللي عايزين نركز عليها لو حاجه فيها مشكله. من دون ما دخلنا في السكادول هنستفاد استفادة كبيرة جدا، ألا وهو إن أنت ممكن تصدره للإكسل، وبعد ما تصدره للإكسل سهل جدا إن أنت تعمل له أشكال جمالية لذيذة. والأقوى من الإكسل اللي فيه برنامج هنشتغل بيه في المشاريع اسمه باور بي أي، تمام. البرنامج ده هنشوفه دلوقتي، هو باور بي أي ديسكتوب، ده بيديلي أشكال جمالية جدا. مجرد تاخد الملف من الريفت تصدره للإكسل او تكست، يبدأ ياخده منك ويعملك اشكال جمالية تحطها في البرزنتيشن بتاعك، تمام. ده هحط لكم الشرح بتاعه اسفل الفيديو، هتلاقوا فيه كمية حاجات حلوة او تظهر بيها المشروع بتاعك. ده سهل جدا تبدأ تخلي فيه اشكال، تبقى تعمل فيجواليزيشن للداتا بتاعتك.